سلام عليكم. بما اننا داخلين على عيد الام، وماما قربه واكيد هتبقى مستنيه هديه عيد الام. يوم عيد الام فقررت ان انا افاجئها واجيب لها هديه عيد الام قبل عيد الام. بس عرفت ان جومي عامله حمله حلوه جدا من يوم 4 ل 21 مارس، ان كل حد بيعمل اوردر بتخصم 10 جنيه بيروح للامهات الغارمات. فزي ما هسعد امي هسعد الامهات دول ان هم يقضوا عيد الام مع اولادهم. طبعا دلوقتي كلكم هتموتوا وتعرفوا انا جايب ايه لماما في عيد الام. مش رايحكم، اطلعوا معايا وانتوا تعرفوا. يلا بينا. لا ليه؟ زعلان مني ليه؟ كل مطلوبك الاقيك ويتنج 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 على طول. يا حبيبتي طب ماشي، ما انا ببقى عندي شغل والله. ما انت شويه، انا الام برضه. هو انت عارفه الحنون؟ انت عارفه عشان الحنون؟ والله. ما انت خلاص بقى طلعت في البرنامج يعني مش. لو النبي طب انا بس. مش عرفنا يعني مثلا ولا ايه يعني؟ ما انا بمثل كتير يعني. هو ايه يعني؟ خلاص انت الام. وايه يعني؟ ايه ده؟ لا؟ ايه ده؟ عايزه ايه؟ اشوف في ايه؟ في ايه؟ في اي حاجه عايزه اعرف. وري ايه ده؟ افتحي انت شوفي. تعملي لي مفاجاه ولا ايه؟ لا اعمل لك مفاجاه ايه؟ شوفي انت فيها ايه؟ اوب اوب صندوق. ممكن يبقى صندوق ايه؟ اوب جايب لي اوب جايب لي اوب. اه بيقول لك اوب اوب اوب. ده مش اي اوب. ايه ده؟ ايه ده؟ الله دي هديها دي صح؟ جدا أيوة. جدا جدا. امال دي ايه بقى؟ مش هديه يعني مثلا هديه؟ ايوه. ايه؟ ايه بقى؟ ايوه عيد الام. ما هو انت قروبه وهتبقى مستنيه يوم عيد الام ان انا اجيب لك هديه، فقلت افاجئك عشان تتفاجئي، لان انت ما بتتفاجئيش. لا انت خدها وانت تجيب لي بقى هديه في عيد الام. لا ده كده افتراء رسمي. لا لا كده افتراء رسمي. وانا اقول الافتراء اللي عندي ده بيجي منين؟ لا لا ايه؟ هديه في عيد الام كمان عشان النهارده مش عيد الام. طب انت مش ايوه ما هو انا بفاجئ. النهارده عيد الاب. مفيش اب. الاب بعد. في اب. الاب بعد عيد الام. لا الاب الاول بعدين الام. لا الام الاول. لا الام مدرسه. طيب احنا نعتبرها هديه عيد الام وانت تجيب لي هديه عيد الاب. انا اجيب لك اللي انت عايزاه. ماشي خلاص. يلا المهم دي عجبتك.